يعني خليني طبعا دي لقطات مباشرة من تونس وبعثة الفريق هناك في مقر الإقامة قبل توجههم للتدريب. طبعا ده قبل توجههم للتدريب على استاد الجامعة التونسية. لكن هي الأمور يعني محمد حتى في مباراة النجمة كان في بعض المكاسب، يعني كان في بعض المكاسب في ان كارتيرون شوف بعض اللعيبة، شفنا مركز للكابتن احمد فتحي في وسط الملعب، شفنا التصويبات بقى ما كانش في تصويبات قبل كده من لعيبة خط الوسط، ففي مكاسب كبيرة جدا. اجواء زي ما انتم شايفين كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الاهلي، لقطات حية من تونس ولعيبة النادي الاهلي اثناء توجهها منذ قليل الى مران الفريق على ملعب الجامعة التونسية.